هلو، طبعا انا اول مرة اصور فيديو وحابة احكي بموضوع كلش مهم بالنسبة الي. طبعا بالنسبة لهذول اللي ينشرون بالجروبات الله محتاج 1000 لايك والامام علي عليه السلام محتاج 100 نداء، يعني هسه الله محتاج بس 1000 لايك والامام علي بس 100 نداء؟ هذا الله اللي خلق الكون كله، تجي تالي ما تالي انت مواليد 2000 مع 97 تنشر هيك منشور وعلى مود شنو؟ على مود تجمع لايكات. اوكي جمعت لايكات، ايش تستفاد؟ انت دا تسوي طائفية، اوكي يعني ما دا تسوي فتشي بخير. وهذول يعلقون يا الله يا علي، وهذا يقول له هيك هيك من علي، وذاك يقول له هيك هيك من عمر، واني اتابع التعليقات يعني يحترق قلبي، من صدق يحترق قلبي. ليش دا تسوي هيك؟ انت دا تكفر ترى، لا عبالك انت فتشي دا تسوي شي بخير، لا بالعكس حبيبي ده تكفر، ماكو شي بخير ده تسوي. وانتو يلي تحجون على عائشة وعلى عمر، وانت اللي تحجي على علي، وهذا يشوه بصورة هذا وهذا يسوي هيج. بالله سؤال يا الفهيم، انت كنت عايش وياهم؟ تعرفهم؟ انت كل شي ما تعرفه، وانت شنو يا مواليد ده تحجي؟ انت 2000 يعني زعطوط. هسه يجي واحد بالتعليقات فهيم ويكتب لي يلا هسه انت شنو؟ يعني هم زعطوطة. اوكي بس انت ليش ده تسوي هيج؟ أنا ما سويت هيك ولا راح أسوي، بس الجهل يسوون هيك. ترى أنت لو ما جهل كان ما سويت هيك ولا نشرت ولا حكيت. ذولا ناس شريفين طاهرين، أنت إنسان قذر تجي تحكي بيهم ليش؟ أنت اللي تغلط على عمر وعلى علي، أنت زبالة، ليش تغلط على أهل البيت؟ يشرفوك ذولا تاج راسك، تحكي عليهم شنو؟ ولو يجيبوا لي صورة فنان وصورة واحد بالجيش، هذا يقاتل وهذا يروح يغني وما ادري شنو. حبيبي راح يقاتل طلع برضات نفسه، هذا ما يريد يقاتل هم برضات نفسه، ما حد يجبر حد، كيفه يريد يقاتل يروح، ما يريد ما يروح، انت ما تجبره الى الحرية، هو شي يريد يسوي. واذا انتو شريفين فعلا، انتو اللي تنشرون الله محتاج هالقد وهذا محتاج هالقد، لو انتو شريفين شو انتو نفسكم اللي اشوفكم تنشرون بالجروبات هيج منشورات دينية، اشوفكم نفسكم باي فضيحة تنزل بالفيس مالت بنية انتو اول الناس تنشروها. ها وين شرفكم ودينكم والله محمد والامام علي؟ ها وينه؟ وهسه يجي واحد ويحكي ويلغي، ما راح اجاوبك، انا راح اتفرج عليك، ما اجاوبك لين تعبت. اذا هذا الفيديو ما اثر بيك فتأكد انه انت انسان جاهل وغبي وقذر وزبالة وما راح تفهم شنو. يلا باي باي، كافي طولت، مو تنسون ضحكوا.